GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة أو ورشة جديدة من ورش GFX Academy.net. كلام النهاردة هيبقى على ايدنت من ضمن مجموعة ايدنتس MBC2. الايدنت ده يعني في شغل حلو قوي بالداينامكس، في شغل حلو قوي بالكونسترينت، في شغل كويس قوي بالبوينتس. يعني هنتكلم على شوية تكنيكس جميلة قوي، يا رب ان شاء الله تستفيدوا بيها. مبدئيا انا عايز اوريكم شكل الايدنت قبل ما نبدأ نشتغل. زي ما انتم شايفين في شغل حلو قوي ب مش عايز احرقها، بس خلونا يعني نعمل ريكرييشن ل الايدنت ده. وطبعا هو بس عشان الوقت احنا هنتكلم على التكنيك، وانتوا بتظبطوا بقى الخامه، اللون، مش عارف ايه، يعني الحاجات البسيطه اللي مش مستاهله كلام او مستاهله شرح. لو جينا نبص هنلاقي ان الايدنت ده فيه اكتر من حاجه ممكن ان احنا نتكلم عليها وتعمل لنا وركشوب كويسة. اول حاجة الايدنت في شغل كاميرا شيك، في شغل موشن بلر، في الى حد ما شغل ديبس فيلد، في شغل خاص بالمجراف، في ريفليكشنز جميلة جدا وشغل على الخامات برضو كويس جدا، في كومباينيشن بين اكتر من اوبجكت في نفس الوقت بطريقه تبين ان العنصر من ضمن او الاوبجكت ده من ضمن الحرف، هو مش من ضمنه ولا اي حاجه خالص. تعالوا نتكلم على البيز تكنيك الاول قبل ما نتكلم في الوركشوب، بحيث نبقى لمين الموضوع عشان لما نتكلم بطريقه سريعه حبتين، في نفس الوقت نقدر ناخد كميه كبيره من التكنيكس بدون ما نعيد جزئية مش مستاهلة إعادة أكتر من مرة. تعالوا نقفل ده وتعالوا نفتح سينما 4D. على فكرة 11 ونص أو 12، يعني الموضوع مش هيختلف كتير. تعالوا أول حاجة، احنا شفنا من شوية الحبال اللي طالعة من كل حرف وبتروح بتشبك في حاجة أيا كانت، المهم الحرف ده بيحصل له عملية ويجلينج أو بيحصل له عملية هزة نتيجة شد الحبل ده. تعالوا نشوف الحبل ده او الروب ده بيتعمل ازاي عشان نبدا نكمل الورشه بتاعتنا بدون ما نقف في اي حاجه. تعالوا نعمل يعني حاجه عشان نشتغل عليها، وليكن مثلا تعالوا نحط سفير. تعالوا نخلي السفير دي صغيره شويه، وتعالوا نعمل دوبليكيت لس، او نخلي السفير دي نسميها ستيل، لان انا هثبت واحده واحرك الثانيه. هعمل دوبليكيت للستيل سميها موف بالشكل دوت كده. هنحاول نخليها بس قريبه شويه من الستيل. تعالوا بقى بين الاثنين دول نطلع للتوب ونعمل لاين بين الاثنين. تعالوا نعمل بيزير لاين وناخد كده حاجه كده مثلا، ومن الفرونت تعالوا ان احنا نعدل اللاين. طبعا بصوا بقى الاكسس بتبقى فين عشان لما تبقى بالمنظر ده. تمام، ممكن تضغط سي عشان تخليه اديتابل سبلاين، هو اصلا كده كده نازل اديتابل سبلاين، وتروح لستراكشر واكسس سنتر وسنتر اكسس 2، المفروض 2 اوبجكت يعني. اخده احطه مثلا هنا كده، خلاص اصبح هو بين بين الدايرتين. طيب انا محتاج ان دوت ساعة محرك دي ده يتمط زي الحبل طب ازاي ده بقى؟ نقفل دول مؤقتا وتعالوا نروح لللاين. اولا لو احنا خدنا بالنا من اللاين ده ورحنا على البوينت مود، هنلاقي ان هو بالظبط عبارة عن نقطتين. واحد يقول له دول أربعة، أقول له لا، انسى دي، يعني انسى النقطة دي وانسى النقطة دي.
انت بتتكلم على حاجة هتتشد، هتتشد يعني عندي الاتنين دول. طب الحل، حل بسيط خالص، بس ما تزودش قوي خلاص، يعني انت شوف حركتك عاملة ازاي عشان ما تلاقيش فيه كرمشة في الواير او في الحبل اللي انت عايز تعمله او في الروب اللي انت عايز تعمله. هنروح للسبلاين، نرجع للمود او الموديل مود، ونعمل في وفانكشنز، ونروح لسب ديفايدد. نسيت موضوع الفي ده، روح لفانكشنز وروح لسب ديفايدد. تاني فانكشنز سب ديفايدد، السب ديفيجنز هتقسم لي الخط ده للعدد او لاقصى عدد، يعني لو كتبت هنا 25 وما كفاش ده 25 هيعمل لي هنا نقط يعني على قد ده ما ياخد، فانا مش عايز اصلا عدد كبير، انا هخليه وليكن 10 نقط بس، عشان انا مش هعمل موف او مش هعمل مش هحرك الدايره دي او مش هحرك الكوره دي حركه كبيره، فعشان ده ما يحصلوش كرمشه هعمل اوكي. لو رجعت بقى للنقط هلاقيها بالمنظر ده كده. طيب بعد كده انا محتاج اول بوينت، محتاج اول نقطه، خلاص اول نقطه في السبلاين اللي هي النقطه. طبعا سيبونا من السيجمنت دي، ممكن والله انت ممكن لو انت محتاج بقى انك انت تظبط الدنيا في والله بوينت اهي، بس انا ما خدتش بالي منها تحت. بس بيعمل زوم قوي فما شفتهاش. اهي انا مسكت النقطه دي، هعمل رايت كليك على السبلاين واقول له هير تاجز، واروح على كونسترينت. طبعا الهير والبارتكلز او الثينكينج بارتكلز والاكسبريسو، الثلاثه ان شاء الله هيطلعوا في كورس قريب، وان شاء الله باذن الله هيبقى كورس ثمنه كويس، مش هيبقى عالي باذن الله. نروح لكونسترينت. كونسترينت بقى بيقول لك انت عايز تخلي النقطه دي تتابع انه اوبجكت او تلزق في انه اوبجكت بالبلدي كده. انا عايز ده، هو ده في اتجاه مين؟ الموف، يعني دوت المفترض ان هو في الدايره بتاعه الموف. طيب هاخد من الكونسترين ده او كونسترين تاج، واقول له في الاوبجكت اخد له الموف، خلاص قول له ست. خلاص كده النقطه دي بقت مع، هتتحرك مع الموف وهتشد بقيه النقط وراه. نفس القصه في الستيل، هروح الاول الناحيه الثانيه، اعمل زوم واخد النقطه الاولانيه، اعمل بس زوم اتاكد ان انا واخد اول نقطه تمام. بعد كده رايت كليك، هير تاجز كونسترينت، المره دي هقول له الستيل واقول له ست. طب نرجع دول بقى زي ما كانوا عشان نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. طب هل كده يحصل حاجه ولا يحصل اي حاجه؟ ليه؟ لان انا لازم اروح على السبلاين واقول له هير تاجز، المره دي هقول له دايناميك سبلاين. لو انا عملت دايناميك سبلاين اوتوماتيك هنلاقي حاجه هتبدا تحصل. شفته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طب بصوا بقى، لو انا كده رحت هنا، قمت رايح على الموف، ورحت رايح على البوزيشن، ورحت مثلا رايح على الفريم رقم 15، ورحت محرك دي لبره وحطيت كي فريم، وجيت اعمل بلاي، هلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه. ماشي، بقت بالشكل ده كده. طيب عايزين نشوف اللاين كده، هو مش متشاف على فكره، يعني اللاين كده مش متشاف. طب اشوفه ازاي؟ عشان تشوف اللاين ده يعني حاجه وحيله حلوه قوي قوي. هنروح للنيرباسس واروح للسويب نيرباس. كل اللي عليك انك انت تعمله انك انت تعمل سويب نيرباس عادي خالص، بس تخلي الباث بتاعك هو اللاين ده. انا عايز شكل الحبل ده وليكن مثلا لا نروح فين، ولنروح مثلا للسبلاينز
وليكن فلاور. طبعا هو كلكم مستغربين فلاور ده ايه يعني، هنخلي دي بس 2 وهنخلي دي 3 حاجة صغيرة قوي، واخد السبلاين جوه السويب واخد الفلاور جوه السويب واعمل كده، هلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالمنظر ده كده بالشكل. طبعا اقدر بقى ان انا اروح في الفلاور واخلي الموضوع احسن من كده، لو انا عملت الانترميديت بوينتس عملتها يونيفورم وزودت عدد النمبر او النمبر بتاع السيجمنتس، ولو رحت للسبلاين ده اللي هيفرق على فكره وخليته يونيفورم وزودت عدد السبلاينز ممكن نخليه نيتشر ونعمل كده بقى ونشوف الوضع عامل ازاي. متهيألي جميل قوي قوي. ممكن كمان ان انا اتحكم في الالاستيك او الـ 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 المط بتاع الحبل، تمام؟ ازاي؟ ان انا لو رحت للدايناميك سبلاين تاج ورحت البروبر ممكن ارفع الستيفنس دي اخليها مثلا 80%، ولو عملت كده بيبقى فيه ليونه شويه. ممكن الروبر احطه 100% ازوده بعض الشيء. كل ده بيتحكم في معامل الشد ومعامل المط والكلام ده كله. ده بس الفكرة الاساسية بتاعت. طبعا لو احنا بسرعة كده حطينا خامة سريعة، عملنا كولر وخدنا الكولر ده خليناه الى حد ما بلاك، حطينا ريفليكشن، عملناه اديتيف يعني عشان يبقى حاجة كده بسرعة، عملنا الفيرنيل، عملناه مالتي بلاي ورفعنا الريفليكشن، وخدنا الخامة دي حطيناها على السويبنرز، وخدنا الخامة دي حطيناها على الستيل، وخدناها حطيناها على الموف، ورحنا بسرعة 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 عملنا سكاي رايت كليك كومبوزيتنج سين باي كاميرا لا، ورحنا فعلنا الجي اي. طبعا كل الكلام ده بس بسرعة علشان يعني نشوف نتيجة خلاص. ورحنا بسرعة كده على ويندو، خدنا من ويندو كونتنت براوزر في مجموعة اتش دي ار اي هبقى ارفعها لكم باذن الله. نروح ناخد خامة كويسة كده خلاص، ولتكن في تحت 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 هي تحت، تبقى ممكن خامة زي دي نحطها على السكاي، هقول له نوع عشان ما ياخدهاش في البليس بتاع الريندر، ونعمل ريندر كده بسرعة شوف الوضع هيبقى عامل ازاي. اعتقد الوضع جميل جدا جدا جدا. سينما فورديتا. انا على فكرة انا عايز اعمل يعني انا دي كده بفكر والله اخلي دي سين باي كاميرا لا، وبفكر ان انا احط كمان سكاي وهجرب اعمل ريندر. والله كويسة. بس هو انا هروح هنا اخلي رجع ده 100 واخليه كيو ام سي واعمل كده ريندر واشوف. انا عايز واحدة بس للباك جراوند وواحدة للريفليكشن. طب ابدل دي مكان دي. على فكرة كل دي اكسبيرمنتس، كل دي تجارب يعني انا بجرب معاكم كده، لان اخر ما هذا احط باك جراوند، وفعلا المفروض احط باك جراوند من الاول، بس انا قلت اجرب 2 سكاي واخلف الترتيب اشوف هتنفع ولا مش هتنفع، ما نفعتش. طيب تعالوا نروح لباك جراوند، وانا من الصبح ممكن احط باك جراوند خلاص، واجي لدي واخد في الكالر اقول له اقول له ايه جراديانت ولا فرنيل، خليها فرنيل بيدي شكل احسن. خش بالفرنيل اخليه بالشكل ده، واخد دي احطها على الباك جراوند ونعمل ريندر ونشوف شكلها عامل ازاي. تهيألي الشكل حلو. انا حتى عايز اخد زاوية تانية تمام، وعايز اتحرك حوالين الستيل دي
تمام، ونعمل رندر ونشوف الشكل عامل ازاي. ده كده كان البيز بتاع البرومو او الايدنت اللي احنا بنتكلم عليه او اللي احنا عايزين نعمله. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الاول، لان دي كانت الانترو. اشوفكم في الجزء الاول من MBC ايدنت اكسكلوسيف من gfxacademy.net. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.